حناش راك اليوم احنا مو رحنا على كرب دربلة، ماشيين كرب دربلة وصعدنا وين على سريع الطريق، صعدنا على سريع الطريق بعدنا على الجامع واذن الجسر، خوي بعدنا على الجامع واذن الجسر ونشوف لك حادث موسف وللنا اللاند جلوب مقروزة، وذيك اللاند جلوب والجامع طافر من البشر وش طلع، طلع الواتر جام بايم، الواتر جام بايم اللي درنا فيه عطفيته صالحة ماكو، وتطبق حوبر تمره وبيكم دبل حمارة قمره، وركبت على ابو البيكم الدبل حمارة القمره، قلت له خاله ما عندك درنا فيه عطفيس للواتر جام بايم مال لاند جلوب المقروزه، قال عدي بجك كسبانه وين، خوي جك كسبانه وين ما يفيدن، وما طول لك السياره وصعدنا بالسالفه، فرشنا السياره وقعدنا بصف الابصار، واحنا جوعانين شبعانين ميتين من الجوع، وللمطعم وهبر كباب وبطور بطيخ وشماطه طوي وراس كبر هذا صلاته ايش، وركض. والله العظيم بلوه، لا لا البارحه واحد سيد قدامنا، انا كل ما اطلع على باب الله احصل لي نوبات 10 نوبات 5 وارجع سالم نعم الله، امس الله يوفقه ان شاء الله، قال كذ الربع واكتب علي اسمك مرتين وطيل فقير وشوف شلون الله يرزقك، كتبت علي اسمه مرتين ولقيت المجداي على باب الله، هي كلنا على باب الله، قلت له بنروح فدوى ليش حطيتها بيتها وطلعت قبل صلوات على محمد، اليوم رجعت اندعمت مرتين وضاعن فلوسي هو الجوزلان. هذا الغطاء هذا المرحاض مال الغطاء وبس الكاولين يضرب بيه، هذا خل تركيز بيك تقول بيك رقاعة، انا تهتش حتى لا تنزل محمد طيب يا ربي مصباح وقتل يضرب ما اقدر حتى شدة يا ورد شدة من هي الورد شدة سعدي الورد شدة سعدي الورد شدة تاكل رمان شدة تاكل ريحان شدة. أحد المعجبين تحية للفنان المشهور الكبير المغني الفاضل أستاذ مشعل حبيبي، شكرا جزيلا. مطرباني ها كل مواوي للصبح تدري شلون دور جماعتي، انت شو اسمك؟ روح لليوتيوب واكتب نشا تكرا عشان يطلع لك ايش قد مغني انا ايش قد عندي مواوي. اي والله كله بالتسعود. اكبر مصلحتي هم الضباط، ماكو يجي ناس يعني كتاب ما يمشي ما تمشوا ليا ليش ليش اذا خليت جب راسي اكسر الخشمج العالي يا عم ايش دعوه متكبره وعلي من ثقلك قبالي اذا خليت جب راسي اكسر الخشمج